ويبدأ صباح جميل من صباحات البوسنة. سننطلق من العاصمة سراييفو باتجاه أجمل مناطق البوسنة بيهاتش. الطريق حوالي 300 كيلو، يستغرق بالسيارة 5 ساعات، حناخذ فيه 12 ساعة إن شاء الله. سنمر في البداية على ويدز، منطقة تسوق جميلة، بعدها إلى ترافينيك ويايتسي، ونختم في بيهاتش إن شاء الله. سنمر ما بين هذه المناطق على أجمل الشلالات والبحيرات والبلدات. أنصحكم ما تفوتون ولا سنابة. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حيكون معانا هذا الباص طوال الرحلة إن شاء الله. السلام عليكم، صباح الخير. نودع سراييفو إلى أحضان الطبيعة يا شباب. بيهاتش أولى محطاتنا في الطريق إلى بيهاتش، بلدة ويتز، وفيها مجمع فيس، مجمع تجاري رخيص يشبه الوول مارت والكي مارت الموجود في أمريكا. الشعب البوسني مدمن على القهوة وشره في التدخين. هذا المجمع، كل شيء موجود في المجمع بسعر رخيص، ملابس، أحذية، ألعاب وأجهزة كهربائية، أغذية. وصلنا أهم محطة على الطريق إلى بيهاتش، بلدة ترافينيك، وهذا وادي لاشفا. البلدة جميلة، فيها عدة معالم وآثار، من ضمنها القلعة الموجودة في الأعلى، قلعة عثمانية قديمة، وفيها مدرسة أيضا. هذه المدينة بنيت لحصار مدينة يايتسي. في مدخل ترافينيك تستقبلنا مدرستها الجي إبراهيم باشا مدرسة. هذه المدرسة باقية من مئات السنين وإلى اليوم مدرسة، الآن تخضع للترميم، لكن التصميم القديم رائع. الله الله على الطبيعة، الأنهار من كل حدب وصوب في ترافينيك. ترافينيك بنيت على أساس عسكري، لذلك فيها الحصون والقلاع، وبنيت لحصار يايتسي اللي هي كانت عاصمة البوسنة قبل أن تخضع للحكم العثماني. وبعد أن خضعت للحكم العثماني أصبحت العاصمة ترافينيك اللي موجودين فيها، وكانت مقر للحكام وموجودة مقراتهم، وأصبح فيها سفارات من الدول الأوروبية مثل فرنسا والنمسا. الله الله، صوت الطبيعة يفرض نفسه. خلونا من التاريخ الآن، شيء عجيب. هذا النهر الأزرق، بلو ريفر في ترافينيك. هذا النهر ميزته أنه ينبع من تحت الصخور، وعلى أطراف هذا النهر المقاهي، فنجان قهوة هنا له طعم آخر، طعمه بطعم الطبيعة. هاي ابو مروان، كيف وجدت الطبيعة؟ تكفى تكفى، خلاص لا نكمل بهات، خلاص وقفنا. وقف شوف النهر الأزرق في مدينة. وهذا يظهر أنه سائح بوسني. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل تتحدث العربية؟ قليلاً. ها؟ من أين أنت أخي الكريم؟ أنا من الجبال المجاورة. من فين؟ من الصرب؟ من الصرب. لا يا شيخ. الأنهار وخرير المياه في كل مكان. هذا منبع النهر الأزرق، وهو ينبع من تحت الصخور، ويقال أنه 45 عين تغذي هذا النهر، ويستخدموه أيضا في إنتاج الطاقة الكهربائية، وموجود عليه مقاهي ومحلات تسوق. منطقة تستحق الزيارة. وصلنا إلى المنبع بقيادة أبو إبراهيم القرشي وأبو فهد. صعودا ما كملنا، يبدو أنك حتكمل الحالة. صورتها. نزيع نزيع.
البوسنة طبيعتها مميزة، لها طابع خاص، ومعنا المرشد السياحي صدام الشمري. مرشد صدام، مرشد دولة، مرشد دولة. أين نحن الآن يا صدام؟ حنا أمام نهر أزرقتش. أتش؟ أزرقتش. النهر الأزرق. أزرقتش. أيوة. هنا كل شيء حط له اتش. ومشي حالك. ماشي مثلك أنت الآن سلطان وفتش. أبو. أنا صدام وفتش. فتش. في مجموعة من الشباب فقدناهم. ها هم. كيف نوصل لكم؟ على ضفاف النهر الأزرق وتجربة طبق بوسني تقليدي. هذا أشهر طبق في البوسنة، بوسنيان كباب، عبارة عن كباب في خبز ومعاه الكيمك. الكيمك هنا لبنة والبصل. وعندهم نكتة متداولة في البوسنة يقولون لابد من وضع الكباب في العلم البوسني. الأنهار من كل الاتجاهات في ترافينيك، وفي طريقنا إلى قلعة ترافينيك. اقتربنا من القلعة، قلعة ترافينيك. من وسط قلعة ترافينيك التاريخية، هذه القلعة مبنية من العصور الوسطى من قبل العثمانيين. العثمانيين أضافوا لها هذا المسجد. إطلالة بانورامية على ترافينيك، مدينة على سفوح الجبال ويخترقها النهر الأزرق. كامل المدينة في نهر يسمى وادي لاتشفا، والعلم اللي هناك علم مملكة ترافينيك فيما سبق. لو جاء هواء يتضح أكثر العلم. في الأعلى موجود متحف، وهذا لبس نساء البوسنة فيما مضى، وهذا لبس رجالهم، لبس تقليدي، وأيضا هذا نوع من اللبس. ملاحظ أن جميع الملابس فضفاضة وساترة. من هذه يا أبو عايشة؟ هذه أميرة. هذه الملكة عايشة. الله. ها ولابسة فستان. وبعدين تحرك عيونها الملكة. حقيقية؟ لا مي حقيقية، تمثال. في الطريق توقفنا في دوني واقف وصلينا في هذا الجامع، وسننتقل للغداء في أحضان الطبيعة في سيمشنيتسا. هذا النهر من بليفاليك ويلتقي بعد كم كيلو مع نهر أونا، أحد أجمل وأشهر الأنهار في البوسنة. مطعم سيمشنيتسا مدخله من هنا، مدخل ترابي وعليه اللوحة. إذا معك سيارة شخصية صغيرة تستطيع الدخول إلى أن تصل للمطعم. إحنا الباص كبير ما يدخل، فأرسل لنا المطعم سيارات ننتقل فيها، لكن إذا جيت أنت بنفسك لا تستغرب هذا المدخل. طبعا ان شاء الله في اليوتيوب حنزل كافة التفاصيل مع الاحداثيات. انتقلنا يا شباب، ناخذ سيارات المطعم الى المطعم سيمشنيتسا. هذا النهر كنا واقفين هناك، حناخذ هذا الطريق الترابي. هذه اللوحة توضح مدخل المطعم. النهر كان على يسارنا، الآن أصبح على يميننا. هنا مسافة حوالي 2 كيلو 3 كيلو نكون في المطعم إن شاء الله. هذا الجامع اللي صلينا فيه، هذه المواقف. تتبع اللوح الموجودة على الأعمدة مكتوب اسم المطعم. خلاص 300 متر أمامنا المطعم. وصلنا إلى سيمشنيتسا، مكان ذو طبيعة خلابة،
مش نتسى أخذ اسمه من هذا النهر، شلالات وأنهار وطبيعة وجلسات على النهر. دكتور عبد الله، كيف وجدت المكان؟ والله يحرمنا النار الجنه. امين. وابو سعيد مشغول، ممكن مقابله؟ ابو فهد مشغولين بسماع الصوت، جمعنا جميع الاحساسات، المذاق وجمال المكان والزمان وروعه الاخوان. الله 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 الله، شاعر شاعر ابو سعيد، تحيه لابو سعيد. ابو نشاري، كيف الطبيعه؟ ابو حاتم، نسال الله التوفيق لحاتم، وبلغ سلامي. الله يا ابو صالح، شيك زعلان علينا يا ابو صالح؟ انا ارى مستقبلي فيك يا ابو صالح. انا يوم اشوفك والله اتفائل. انا على قولة ابو حاتم مهول من هالمكان. الله يسعدك يا شيخ. مكان رائع ما شاء الله. الله يسعدك يا ابو محمد. الشباب هنا اخذين اطلاله ولا اروع، لذلك ما حشغلهم. نشغلهم يا شهري؟ لا لا، تشغلهم، نتركهم. مساء السعادة يا أصحاب السعادة. الله يسعدكم. عادهم يذكروني كلهم يا مسافر، إني بالليل ساهر. كلهم يا مسافر، إني بالليل ساهر. ما رأيت الذبيحة بيتهم يتركوني، لا ولا يهجروني. محطتنا التالية في الطريق إلى بيهاتش يايتسي، فيها شلال جميل ونهر وبحيرة بليفة والطواحين. أما الطريق فقصة أخرى من الطبيعة. ولا زالت مفاجآت الطبيعة تتوالى في البوسنة، وهذا أحد أجمل شلالاتها، يايتسي، يلتقي في عناق جميل مع نهر بليفة، تشكيل جغرافي مميز. يايتسي كانت عاصمة البلقان فيما مضى من زمان، حاولت العديد من الإمبراطوريات السيطرة عليها، الإمبراطورية المجرية، النمساوية، بني عثمان. بني عثمان لم يستطيعوا فتحها، فحاصروها عن طريق بناء مدينة خلفها تسمى ترافينيك، فترافينيك بنيت على أساس عسكري لحصار يايتسي. تمكنوا من فتح يايتسي ونقل الحكم منها إلى ترافينيك. يا سلام يا سلام، هذه أكواخ، لكنها ليست أكواخ، بمعنى أنها ليست للسكن. قبل اختراع الطاقة الكهربائية كانوا يستخدمون جريان المياه والشلالات لتحويلها لطاقة حركية. أسفل هذه الأكواخ موجود ريش تحركها المياه، في الأعلى موجود رحاة، حجر كبير، حجرين على بعض، يطحنون فيها الحبوب والمحاصيل. بعد اكتشاف الطاقة الكهربائية أصبحت هذه نوع من التراث، وما أجمله من تراث.
الأنهار تجري وتتكسر وتشكل الشلالات، ويستخدمون قوة اندفاع الماء لتحريك هذه البكرة، وفي الأعلى موجود الرحاح وتطحن الحبوب والمحاصيل. في الطريق استوقفتنا الشرطة، وهذا البوليس، حتى البوليس أخلاقه عالية. نايس تو ميت يو.